إذن أهلا بكم وأهلا مباشرة بأستاذ أيوب إسماعيل آدم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. العنوان ده يعني مش عنوان كده مشجع ومحفز، هو محفز في حد ذاته. في حد ذاته في حده هو محفز، خاصة بهذا الصباح الجميل. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نلهم التحفيز، نحفز أنفسنا ونحفز الآخرين. طيب كمان لما يربط بالإتقان أبو بكر أكيد حيكون عندنا نتائج مضمونة. صحيح صحيح، وكمان بيؤدي في النهاية لتحقيق الأهداف، يعني الوصول للغايات، ودي كلها أشياء بيرغب الإنسان يعني حقيقة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. إذا كانت الخطة واضحة بالنسبة له يستطيع أنه يصل. خلينا النبي قبل يتكلم لنا عن طريق الخطة الخطة والرؤى الممنهجة. طيب نبدأ بالمدخل الأول، ماذا نقصد بمحفزات الإتقان كتعريف أول؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقصد بالإتقان هو إتمام العمل على الوجه الأكمل أو على أحسن ما يكون، وأن يكون هنالك دوافع تجعل الفرد أو تجعل المجموعة من الناس أو تجعل المؤسسة على أنها تتم هذا العمل على الوجه الأكمل أو على أحسن ما يكون. لأنه نحن ابتداء يعني كمنهج رباني منزل لدينا أننا مطالبين بأحسن العمل وليس بالعمل. صحيح. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملها، يعني ليس العمل فقط وإنما أن يكون العمل في الدرجة من أحسن ما يكون ومن أجود ما يكون. لذلك الخطاب هنا ليست بالكم، ليس أكثركم عملا، ربما نكون كثير لكن قثاء كقثاء السيل. هنا ظهر معيار الجودة في الإنفاذ، لكن معيار الجودة في العمل هو الأهم. فالمسألة مربوطة بالكيف وليس بالكم، يعني أن يكون على أحسن ما يكون، هذا ما يتحدث عنه بالجودة، وهذا ما يتحدث عنه بالإتقان وإتمام العمل على أحسن ما يكون في الوقت وفي الكيفية ووفق الشروط، وأشياء كثيرة تتعلق بأن يكون العمل متقن وأن يكون عمل على أميز ما يكون. أما المحفزات، الأمور التي تجعل على أن يكون هنالك إتقان في العمل فكثيرة، وكلها متعلقة بطبيعة العمل الذي يعمل فيه الإنسان. طبعا في رأسها وعملها إخلاص لله تبارك وتعالى. إذا ما خاطبت أناس مؤمنين على أن هنالك رغبة إلهية، ولاحظ على حتى أن المنهج الإلهي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن عن ذاته العلية على أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قدرة الله صالحة على أنه إذا قال لشيء كن فيكون، لكن أخبرنا أنه في اليوم الأول عمل كذا وفي اليوم الثاني كذا، وكان 6 أيام خلق السماوات والأرض، ثم قدر فيها أقواتها في 4 أيام، ثم استوى على إلى آخر الآيات التفصيلية التي تخبرنا. إن كان هذا هو الإله المدبر الخالق الموجد، يعني وفق خطة وترتيب زمني محدد، وبعد ذلك جعل على الإنسان الرقابات والشهود، وأن الأرض شاهدة وأن الملائكة شهود، وأنه هو فوق ذلك مطلع على العباد، ثم من أنفسهم شهودا عليهم، فهذه كلها تخبرنا على أن لابد عمل الإنسان في أي مجال من المجالات ينبغي أن يكون على أحسن ما يكون، وأن تكون هنالك أمور ربما سنتحدث عنها محفزات. طيب هو طبعا الحديث عن الإتقان بيشمل كل جوانب الحياة، يعني سواء أنت عملك في البيت، سواء عملك المهني اللي أنت بتأديه، سواء عملك في حتى علاقاتك العامة يعني مع الناس، في طريقة التعامل، في كل هذه الأشياء تحتاج إلى الإحسان يعني. وده بيبين لنا أهمية أنه نحن لازم نتتبع جوانب الإتقان في العمل في كل شيء نحن بنقوم به يعني. فكيف نحن ممكن نقرأ أهمية الإتقان في الحياة؟ هو ليس هنالك شيء هامشي سواء كان مربوط بعمل أو على مستواك الفردي، والله سبحانه وتعالى ميز كل إنسان، كل إنسان له خواص ينفرد بها عن الآخرين، كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى حباه واختصاه بأشياء
إذا فعل تلك الأشياء يستطيع أن يكون مميز في الجوانب التي حباه الله تبارك وتعالى بها. وأيضا في مجال الأعمال في أي جزئية من جزئيات العمل أوكلت إليك هي مهمة بحد ذاتها. وهذا التمايز ربنا سبحانه وتعالى يعني فضل بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لتتحرك عجلة الحياة ولأجل أن يوجد للحياة معنى. سخرية هنا من التسخير. أيوة التسخير يعني كل مسخر إلى الآخر. بعض الناس لبعض وإن لم يشعروا خدموا يعني كما نعم. قال الشاعر أنت يعني أنت تخدم الآخر والآخر يخدمك. هذه طبيعة وطريقة وهذا الحياة. يحتاج إلى هذا الكل على السواء الكل يحتاج إلى الآخر. فالشخص الذي يتقن الصنعة أو المهنة أو المهارة التي يجيد ويتقنها بحرفية هو يكون محط أنظار الناس ومحط إعجاب الناس ومحط شكر الناس له في أي مجال من المجالات أيا كان مجال المجالات. والحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يعني عملا نكرا أي عمل بغض النظر عن العمل هو شنو فالإتقان فيه مهم جدا. ثم إن الإنسان الذي يتقن وزيادة يفعل الأشياء وفق ما اتفق عليها ويزيد هذا باب فتح في مجالات الحياة وفتح كبير جدا في الحياة. مثلا على سبيل المثال أنه في تلفون سيوب مش نقف في المثال إن شاء الله نواصل معك ومع كل متابعينا الأعزاء نستقبل قسم السيد من أهل النيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يعافيك ويبارك فيك. تفضل يا قسم السيد. الله يعافي برنامجكم هذه جدا وفي مشاكل كبيرة جدا. الله يسلمك. الناس يقولوا مثلا الغلا غلا والله يخلعنا إذا الشعب يصور وبعدين يعني شوية يعني السيدة عشرة تقاط البيض بعدين تقاط الواحد الناحية الثانية مزارع بيجي البحر ممكن يشتري يكسب من نفسه يعني ممكن أسمع لو في إنسان زرع في حوش ومشي بيته خضار وأي حاجة أي والله يعني المهم يا أخي المفروض الواحد يتحرك ويسعى يعني زي ما قلته. نعم نحن سعينا ده رابطينه قسم السيد بمسألة الإتقان إنه الزول يكون متقن في عمله ومخلص حتى يصل إلى درجة الإحسان. راح الإخلاص حاجة والله تخلص في أي في صلاتك في عبادتك في عملك في حاجة يعني تخلص الأمر لله تعالى وبركاته. نعم لله. نعم شكرا جزيلا قسم السيد من أهل النيل على هذه المداخلة جزاك الله خير. شكرا جزيلا. تواصل مع كل الناس اللي بتتابع وعندها رغبة في التواصل الصباحي عبر أنفاس ورد بمشية الله في موضوع فقرة اليوم معنا نرتقي مشية الله. أكيد وتحية كمان لكل متابعي أنفاس الورد. أستاذ أيوب وإنت ذكرت مسائل غاية في الأهمية فيما يختص بالإتقان والحاجة اللطيفة جدا إنه كل مجالات الحياة تحتاج إلى الإتقان وكلامك الأخير اللي ربطته وعندك مثال حابي تذكر يعني اللي هو كل ما كان العمل متقن كل ما كان الإنسان هو محط نظر الناس إنه والله يا أخي ده زول متقن في عمله. أنا حابي أسمع السؤال المثال اللي أنت عايز تذكره ونربط كمان المسألة دي بمسألة مهمة جدا إنه بعض الناس أعمالهم تافهة يتقنونها إتقانا شديدا وآخر تجد إنه العمل اللي عليه هو عمل كبير عمل شريف عمل مهم عمل يمكن أن يكون مميز لكن لا يتقنه. هو ما في عمل تافه يعني كل عمل يؤدي وظيفة مهمة. لا أنا أقصد الهدف. أنا متفهم كلامك لكن هذا في فهم الناس الآخرين أيضا ينظرون إلى هذه الأعمال. جميل. في واحد من العمال النظافة في وكالة ناسا طبعا لما تقول وكالة ناسا الفضاء وإلى آخره نعم فهو يجي ينظف المكاتب هنا ففي استطلاع سألوه قال أنا أعمل في وكالة ناسا كويس ما مهمة عمله قال أساعد على انطلاق الصواريخ الفضائية
طبعا في 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 هذا الكلام يشعر الانسان على انه هذا مهندس كبير مهندس كبير. فبعد التفاصيل قال انه ذول العامل بتاع النظافه. طيب كيف تدعي على انه انت من بعض المهام التي انه تساعد في اطلاق الصواريخ الى اخره؟ قال يعني لو انا ما جيت نظفت ما أهيئ إلى المهندس ولا إلى المدير ولا إلى ذاك أن يعمل، هو يتقن عمله لذلك يساعد في منظومة عمل كبيرة. المسألة بتاعت فهم وظيفة ودور، إنك أنت دورك في 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 الوكالة أو في المجال الثاني إنك تأديه بإتقان، لئلا نبتعد عن المسألة الذي توقفت عنده، أن الإنسان الذي يتقن يؤدي الدور على الوجه الأكمل وزيادة هو باب فتح إلهي عظيم. سيدنا عمار بن ياسر في بناء المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة بعد الهجرة حث الناس على أن يبنوا المسجد، فكان الصحابة كلهم يحمل لبينة لبينة، أي زول شال طوبة طوبة، سيدنا عمار بن ياسر كان يحمل لبينتين، كان يشيل اثنين اثنين، يعني أدى الدور عليه على الأجر الأكمل وزاد كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه يعني قال لله دروك أو ويح عمار، يعني كلمة تعجب كذا، يعني يعني وإذا بنقول ولد وكذا، فقال ويح عمار تقتله الفئة الباقية، يدعونهم يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل إلى آخر حياته سيكون من أهل الحق ومن أهل الخير ومن أهل الجنة. فانظر الآن أن الله تبارك وتعالى يقول ما زال عبدي يتقرب إلي من نوافلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. هذه الواجبات نعم. أن يحسنها الإنسان ثم وزيادة. طيب نفصل بعض بعد الاتصال إن شاء الله. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. صباح النور. الله يخليك، معكم شرح من الفاشل. يا هلا بيك حبايبك والله. أخليك الله يسلمك. تأكل الأستاذ ذو تحياتي للأستاذ والبرنامج على الإتقان، وما أدراكم الإتقان صحت الصباح الجميل. الإتقان العمقان المكمل على وجه الله، إتقان جميل ولا تزور إتقان في أي عمل. وأول حاجة نقدر إتقان في العبادة خاصة الصلاة. نعم. مثلاً العمل بتحس براحة نفسية كبيرة. شي واحد ثاني بتكون أنت يعني أجد عملك على وجه الأكمل، وخصوصاً في الأعمى في أي عمل. بغض النظر المهنة كانت هي شنو، لكن هي ما دام مكسب رزقك بديها بأمانة وإخلاص، توصل مرتبة الإحسان وتقتدي منها أجر حلال. ايوه، حاجه الاجر حلال. لانه بعدين تسال من اين لك هذا، يعني ذا السؤال بعض يا استاذ. ويلا انا عندي بس مثال، معليش استاذه من سنه 75 والله يا استاذ، ما شاء الله ما شاء الله، امي تقوم من 4 صباحا بتعمل اولادها، بتصلي صلاتها، بتقوم بمهمتها تحت البيت على الاكمل، بتشي المدرسة قبالة الغفي وقب فراشة. لما نسألها طبعا مرات مع البريد والقانون عندها رطوبة، ربنا يديها العافية. نسألها ليه يوم انت ما شاء الله كده، وانت مالي وين المرتب شنو؟ تقول لا يا أولادي، أنا داير أكلكم الحلال عشان ربنا يوم القيامة إذا سألني، ولازم نتقن. والله أنا بقعدت برايق، لأن أنا بقيت عندي بيت وقعدت أستاذ، بس تخيلت أمي درس كم أستاذ، يعني شيء فخرة 75 سنة، يعني 45 سنة حد كده، خرجت كم أستاذ، خرجت كم دكتور، خرجت كم مهندس، يعني كل بغض النظر عن المهنة الكبيرة والصغيرة، بس شوف الإخلاص والتفاني. بس يعني أنا بقول لنا زجيب في عمرنا غير يتقون العام في أي حاجة، في أي حاجة. شكرا خيركم، يديك العافية أختنا شراح من الفاشر. تحية لك في هذا الصباح، تحية لكل مشاهدينا الكرام في الفاشر وفي كل مدن السودان الحبيب. وأكيد ده كلام حقيقة، يعني أكيد حكون عندك له تعليق. فعلا الدنمازج، وهذا ما نبحث عنه. لذلك هذه المرأة تجدها الآن في حياتها ربما أنها مرتاحة البال، مرتاحة الضمير، مطمئنة،
راضية تماما الرضا عن نفسها، علاقتها بربها بجيرانها بمن حولها على أكمل وأتم وجه. لئلا ينقطع حبل الحديث نكمل الكلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. هذه المسائل الأولية أو العقد الذي يتعاقد معه الإنسان مع أي جهة ما مستخدمة أو مخدمة له. ثم الأشياء الإضافية الذي ربما لا يأخذ عليها الإنسان أجر بطريقة مباشرة، أو ربما ينظر على أنه ما مسؤول منها. يعني أنا الآن مثلا في 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 القناة مثلا أستاذ خليل عنده مهام تعاقد عليها مهام معي، لكن في أشياء ربما أنها تكون دي من مسؤولية شخص آخر، وأنت ما بتكلفك شيء أنك ممكن تصلحها أو توجه فيها أو تقول فيها رأيك، مما يساعد في أداء عمل القناة بالصورة الأكمل، وكذلك في كل المجالات الثانية. فربنا يقول شنو في الحديث القدس؟ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببت الحديث كنت سمعه الذي يسمع به ويده الذي إلى آخر. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. يعني شوف بعد ذاك الفضاءات التي تفتح للإنسان. الآن في واقع الحياة كل موظف تجده أنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل بإتقان، ثم بعد ذلك يعمل أشياء إضافية هو ما مسؤول عنها، هذا الشخص سرعان ما سيكون مدير هذا مدير القسم أو مدير المؤسسة، لأنه يعتبر المؤسسة التي يعمل فيها يعني هو كأنها ملكه الشخصي. الآن رب العمل ما يكتفي على أنه هو المدير العام، نعم، يعني يعمل حتى أعمال الأشياء الطرفية الأشياء الطرفية. نعم. فالشخص الذي يتقن ثم يتجاوز مرحلة الإتقان إلى إحسان أو إلى الإحساس بأن منظومة العمل التي يعمل فيها كلها يعني تخصه بطريقة مباشرة، نعم، فهذا الشخص سيتقدم حتى في مجالات الحياة العادية، يتقدم جدا. وفي مجال الطاعات ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه يتقدم. طبعا دي روح المبادرة يعني حقيقة. دي حاجة خلينا ذاته بأسيوب برضو نحن والله يعني نحن كزملاء نشيد بزميلنا خليل، هو عيان يتقن في عمله ويستمر فيه واصل فيه برضو من الحياة المشجعة. البعض لا يمكن أن ينتبه إلى الأشياء إلا إذا أطلعته على ثمراتها، مش الثمرات والنتائج والزبدة والفوائد اللي بيستفيد منها الإنسان متى ما فعل على جملة ذكرته من الإتقان. ثمرات الإتقان هذه واحدة التي ذكرناها. نعم. هذه ثمرة من ثمرات الإتقان أن يتقدم الإنسان وظيفيا. نعم. الأمر الثاني على أن يكون محط تقدير وإعجاب الناس. نعم. هذه مهمة طبعا، مهمة للإنسان، مش مسألة رياء أو مسألة سمعة، لكن النفس كنفس تحب المدح، تحب الثناء، حتى النفس السوية يعني كل الثناء. كل الأنفس تحب الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا بأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنت لو 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 بتعمل عملك بتفاني وبإخلاص وما بتجد كلمة مدح أو كلمة ثناء مهما كان، يعني نفس الإنسان وسوية ومستقيمة إلا إلى من وصلوا درجة العارفين، من تساوى عندهم التبر والتراب كما يقولون، وتلك مراحل. ودي حاجة معروفة يقول لك أخو الله مشيت لفلان وقدمت له كلمة شكر ما قال. شكرا دي ما قال. بعدين يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. سبحان الله. أنت لا إذا لم تقدم الشكر إلى الناس، إذا لم تعرب يعني عن المشاعر الطيبة الجميلة في نفسك إلى الآخر، لا تستطيع أنك تشكر الله تبارك وتعالى. عجيب. فالإنسان الذي يتقن يعني يجد هذه الثناءات والإشادات، وهي مهمة جدا في 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 حياة الإنسان وفي حياة الشخص. الأمر الآخر أن الإتقان يفتح لك مجالات عمل كثيرة جدا. نعم. يفتح لك أبواب الفرص والنوافذ. الآن أنت لو شغال أي شغل، لو مدرس مثل ما ذكرت الأستاذة، أنت شخص متقن، أنت الشخص الوحيد في المدرسة اللي هتاخد دروس إضافية من بين المدارس. لو جات أي فرصة الناس هيستعينوا بك. أنت شخص معد مميز ممتاز ماهر
تستعين به كل المجالات الأخرى. مقدم مميز مجيد عملك بطريقة أنك تحضر تفعل طبيب شاطر ماهر الناس والله يمشي لي دكتور فلان خاصة والله في المهندس في ماهر يعني هكذا الناس يقولوا أنه دكتور فلان ده كده 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 أمشي له. فدي تفتح لك دي واحدة من المحفزات على أنه يعني تأتيك الدنيا وهي راقبة. هذه يعني محفزات معنوية محفزات مادية فوق ذلك رضا الله تبارك وتعالى وهذا هو الأهم. وخاصة في زمن يا أستاذ أيوب أصبح العالم فيه يعني زحمة جدا في كل المجالات وفي أنت ما لم تكن مميز بشيء معين تلفت أنظار الناس فعلا, فعلاً ما يعني ما فرص التنافس صارت أضيق صحيح. صارت أضيق. فالمهنة أو أي صنعة أو أي مهارة أتقنتها وطورت نفسك فيها والمسألة ما من الصعوبة بمكان, يعني أي مجال فتحه الله تبارك وتعالى لك أنت أتقن وأحسن في هذا الأمر الذي فتحه الله لك في الحياة يعني تتفتح لك أبواب وأبواب من بعدي. طيب وهذه من الثمار يعني. لو دخلنا كده المطبخ مع كل الناس اللي بيتابعونا ودي جزئية لا تهمل في جملة الحياة اللي نحن بنناقشها في مثل إتقان الزوجة لواجبات الزوجية من تجهيز وترتيب وتنسيق وإعطاء نكهة خاصة في تحضير الطعام وإتقان يعني البطاطس دي بشكل جيد المسألة دي ودورة في أنه الزوج يضع قيمة وأهمية لزوجته في أنه يا أخي والله قام بدورة على الوجه الأكمل وتبدأ تعلو قيمة الثناء من الزوج إلى الزوجة حتى تكتمل يعني الشراكة بين الاثنين وما حيعرس على الإتقان من يعني لاحظة نحن يعني نتداخل اجتماعيا كثير في بلدنا نعم فيعني ما بتجد حرج من الأخوان والزوار أنهم يثنوا على صحيح. طبيخ الزوجة أو هنا وفي نعم. المقابل في ناس لهم من الجرأة بمكان يعني على حسب قرب درجات الصداقة هنا يعربوا حتى عن امتعاضهم عن 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 فدي بتكون أشياء مردها سلبي لو كان في مجال الثناء بيكون مردها إيجابي لحد كبير جدا نعم. وإذا كان في أنها كانت مهملة وغير متقنة وهكذا من نظافة من طبخ من 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 أشياء من اهتمام بزوجها من اهتمام بأبنائها مشكلة كبيرة تكون مشكلة كبيرة جدا. فالإتقان في هذه الجزئية هو ربما يأتي أو تقول له جذور في كيفية التربية والتنشئة والتعليم والضبط الأسري بالصورة العلمية فيجد حتى الإنسان في حياته أنه مرتب ومتقن وشخص متزن. فمن الأهمية بمكان أن الأم ابتداء أنها تعود أبنائها على أداء الأمور بشكل جيد طيب بالشكل الأتم في كل مجالات الحياة. بعد ذلك الإنسان حينما يخرج إلى الناس أي صنعة يصنعها ليس فيها غش ولا فيها كذب ولا فيها إهمال ولا فيها تسيب ولا بقدر الجزئية التي تعاقد عليها. ولاحظ أن المسائل دي ينتج عنها أشياء أخرى ربما يسألك الله تبارك وتعالى إن من أخذ الأجر حسبه الله بالعمل. بعض الناس الآن تدخل على أطباء يعني هذا متعلق بحياة الناس يعني ربما بعدم الاهتمام أو بعدم الإتقان للأمر الذي هو فيه ربما تذهب نفس هو صح ممكن يكون أنقذ عدد كبير جدا من الأنفس لكن بتفريط بإهمال وما أذكر وما أكثر شكوى الناس الآن يشتكون في شتى المجالات بل حتى أضحى أن الناس في كل مجالات الحياة يقول لك يا أخي نحن بس دايرين الحاجة السمحة بأي سعر يقول لك يا أخي فلان داك مثلا في ما ذكرت مجال يقول لك المطعم الفلاني داك يعني ما شاء الله أنت بعد داك لا تسأل عن الأسعار مع قرارات الأسعار اللي عند الله تبارك وتعالى أن يخفضها الترز الفلاني أنه شخص ماهر الخدرج الفلاني يعني خضاره نظيف شكله الصنايع الفلاني في أي مجال من مجالات الحياة المدرس الشاطر الماهر المحامي الماهر المتقن لعمل في الناس يعني أصبحت تتدافع إلى الشخص اللي عنده. فحينما يتقن الإنسان عمله في أي مجال هو يكون يعني محل نظر الناس محل يعني ثناء الناس وحاجتهم له في كل المجالات. فمن باب أولى أنه إذا الزوجة في البيت أتقنت
جميع شؤونها، فيكون خلاص يعني قفلت أبواب كثيرة جدا على تكون استدامة الحب والرضا والعلاقة الطيبة بينهم، وعدم النكد وعدم عدم عدم شو تاني يعني، تكون فوتت كثير جدا من مداخل المشاكل، قفلت أبواب كثيرة. طيب تحية لك الله يا أستاذ أيوب من جديد، تحية لكل السادة المشاهدين المتابعين لهذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الطيبة الفضائية في برنامج أنفاس الورد، وبالتحديد في فقرة معا نرتقي. ليس ببعيد من المسألة الأخيرة اللي ذكرتها أستاذ أيوب، إنه الناس الآن بتفتش عن المتقن أينما وجد، وفي مقارنة بسيطة بعهد ماضي بتلقى إنه الناس بتقول لك والله يا أخي كان الأطباء ممتازين، المهندسين ممتازين، الأساتذة ممتازين، أي مجال كان فيه درجة من الامتياز. رأيك شنو الآن في الشباب؟ في تميز موجود وفي إتقان موجود ولا في لخبطة كده؟ عندي من وشك. أيوة والله، لا صعب جدا أن نعمم في أي مجال من المجالات، من الصعوبة المكان أنك تعمم، لكن في بعض المهن إذا صحت العبارة أو بعض المجالات تجد الشباب فيها ماهرين جدا ومتقنين إلى حد بعيد، خاصة المهن التي تستهوي الإنسان وتجعله يداوم على تطوير نفسه فيها، أعني الأمور التي تتعلق بالتكنولوجيا وتتعلق بالأجهزة الإلكترونية إلى آخر، ودل أنها جديدة علينا، فبتجد الواحد فيه طوال في ممارسة وفي قراءة وفي بحث وفي اطلاع. المهن القديمة، قديمة معنا في الحياة يعني، مش قديمة أنها بالية، لكن بعض الناس تلقاهم مكتفي بخبرته السابقة، يعني ما يطور نفسه، ما يقرأ. الآن إذا شخص في أي مجال من المجالات في مهنة ما، وأصبح مسألة التطوير والتعليم من السهولة بمكان، يعني أي زول في موبايله شغال في أي مجال من المجالات، تستطيع كل يوم تقرأ لك 10 صفحات أو 15 صفحة في تطوير المهنة التي أنت بها، يعني كيف تكتسب مهارات جديدة، كيف تتعلم من الآخرين، كيف كيف. فإذا كل إنسان في مجال عمله كل يوم يعني يجعل من وقته 10 دقائق أو 15 دقيقة بس يجعلها هذا لتطوير نفسه في المهنة التي يحسنها، يكون الإنسان ماهر جدا ومتقن ويأتي بالجديد. فبعض الناس الآن تلقاه واحد لو 5 سنة ولا 10 سنة يكرر نفسه، والعالم يعني ماشي ومطور، ماشي بسرعة سرعة الضوء يعني. صحيح. طيب نحن نستقبل إن شاء الله محمد يوسف من المملكة العربية السعودية ونتواصل معك أستاذ أيوب. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك ويبارك فيك، تفضل نتكلم عن محفزات الإتقان. أول أقول الله يجزيك جزاكم الله خير، الله يجزيكم خير يعني. ويا الله ويا أمين. الله يجزاكم. مواضيع مهمة جدا والله، هذه المسألة اللي تجربة في إدارة المستودعات. نعم. فأقول دائما للشباب لما نجي في الشغل يقول مع إتقان العمل، ها مسألة مهمة جدا من الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا عمل أحدكم عمل يتقنه. نعم. أنا لي تجربة إن والله أقول لك شيء، لا يعني بعض الناس ممكن يقول لك لا أنت تتكلم عن شيء غريب، يعني إنه في العمل بفضل الله سبحانه وتعالى أحب إتقان العمل لدرجة إنه كفيلي كان يقول لي أنت متشدد، وأنا مش متشدد، لا أحاول بقدر ما أستطيع إنه أدي على أكمل وجه. فوائد عظيمة من المسألة دي، أنت لما تتقن في عملك والله لو حصل لك والله كأنه يجي شخص مثلك في وزنك وتفتح هذا الكرتون أو تشوف هذا الشيء حقيقة. نعم. طيب وانت ذاته مرتاح نفسيا طالما يعني بتنجز العمل، بتشعر بجانب بتاع ارتياح نفسي انك انت منجز بشكل جيد. وبعدين يا اخي الكريم بعض اخوانا اقعد معاهم يقول تشتغل له على قدر قروشه، او مثلا ياخذ اذن صراحه اثناء وقت العمل يقول في الهلال لاعب وغيره امور تافهه يبطل عاو ياخذ اذن مو تعبان نمشي له. انا كنت دائما انصحهم اقول لهم يا جماعه الكلام ده حرام، انت بتدخل على نفسك حرام، لا اهلك حرام، هذا الشيء لا يصلح، هذا العمل امنه يجب انك تؤديه بمال الله. نعم. لله الشديد يعني، لكن والله الشباب خير. انا امس الغريب كنت مع شاب تو في اداره المستشفى تكون صح وتكلم، وجدته في خلق جميل جدا لله، انا ما اجامل في شغل ما شاء الله. نعم. فهذا شيء يعني تطرق مواضيع ان شاء الله مزيد من التوفيق. انا لي فيه 15 اشتغل فيه والله وقت الشغله
متعبة ومضغة ذهنيا وليس جسديا ولا جسديا إدارة المستودعات بحكم التجربة صراحة. نعم. لأن فيها تركيز عالي جدا. نعم. نعم. ندعو لك الله مزيد من التوفيق محمد يوسف من السعودية وإن شاء الله مزيد من النجاح. جزاك الله خير شكرا جزيلا لك الله يعافيك ويبارك. جزاك الله خير. جزاك الله. طيب نعقب ونحن على مرافق الختام. طيب أنا شكرا للأستاذ محمد وكل من اتصلوا حقيقة أنه ذكر نقطة من أهمية مكان بعض الناس ربما ليس عنده علم يعني من واجب كل فرد أن يوجهه التوجيه ما يكون من المدير طبعا هذه تحتاج إلى طريقة وأسلوب معين لأجل أن يتقبل عملك فهو قال نبه أحد الإخوة وجد منه كل خلق طيب وجميل هذا مهم بعض الناس ربما لا يدري النقطة الثانية أقول لك يا أخي أنا بشتغل على قدر قروش على قدر قروش أنت الخسران ما هو حاجة. هو ما خسران أنت الخسران أنت هو أنت تعاقدت معه على عقد بعمل لأنه حدد لك المبلغ وخلاص أنت مفترض أنك تؤدي العمل خسران أنت في كل الأحوال والخسران أنك لو ما أديت العمل على الوجه الأكمل أنت محاسب أمام الله تبارك وتعالى الأمر الثاني أنت متعاقدت ابتداء على قدر معين من المال لو أنك أحسنت وزيادة هذه المسألة ربما تجعل رب العمل أنه يزيد لك أو لو في عقد آخر هو ينتبه على أنه هذا الشخص من أحسن الناس أنا أتعاقد معه أو ربما يأتي إنسان آخر يشوف جودة العمل جودة يقول بس أنا الزول أشتغل الشغل ودي كثير جدا يقول لك أنا الزول أشتغل الشغل ده بس أنا عاوز ده الشخص في شهر في شخص الشهر الماضي رسل مجموعة من الأعمال بالواتساب والسوشيال ميديا أحد مدير الشركة قال لي أخي الزول العمل العمل ده أنا عاوز من السودان يجي يشتغل يعني المسألة دي ممكن تكون كواقعنا حاجة الزول عايشة فأنت أتقن كثيرة يعني بنفس أتقن وستنفتح لك الأبواب نعم شكرا جزيلا أستاذ أخيرا نعم. أنه هذا العمل ربنا سبحانه وتعالى يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أنت تحت دائرة الضوء نعم شكرا جزيلا لك ان شاء الله حنواصل معك الاثنين القادم بمشيئة الله حياكم الله شكرا استاذ ايوب اسماعيل بعدين مساله انت تحت دائره الضوء دي مهمه شديد انا والله عجبتني يعني هذه مخصصين ان شاء الله حتكون حلقه كامله اي والله تحت دائره الضوء مشكله الله يكرمك الله يجزيك خير شكرا جزيلا ايوب اسماعيل ادم الباحث الاجتماعي